بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وعلى السالكين طريقهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم في هذه السلسلة من فتاوى صوتية في باب السياسة الشرعية. السؤال الذي قد ورد إلينا في هذا المقام حول التدني في مستوى الحوار الذي يبلغ في بعض الأحيان مبلغ الردح، ويقع فيه للأسف بعض المتدينين ومنهم نجوم إعلاميون وأساتذة جامعات، وأيضا حول هذا التعميم في الحكم بحيث يسوى بين المغرر بهم من البسطاء وبين الرموز الفاسدة التي تؤثر عليهم بإعلامها وأموالها وتلبيساتها المجرمة، وأيضا يسوى بين من تشابه موقفه مع مواقف العلمانيين العقديين في بعض القضايا، لكن كان هذا منه عن اجتهاد وتأول، فكيف نجمع هؤلاء جميعا في سلة واحدة؟ ألا ترون أن هذا يعين خصومنا علينا ويقدم لهم مادة إعلامية جاهزة يحاربوننا بها؟ فنكون في النهاية كمن يطلق الرصاص على نفسه، أو يعطي خصمه مقذوفا ناريا ليطلقه عليه. طيب، حول التعليق على هذا السؤال والإجابة عليه نقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. إن أول ما نصدر به حديثنا بالإجابة عن هذا السؤال قول الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، أي قولوا لهم قولا حسنا وجاوبوهم بأحسن ما تحبون أن تجاوبوا به. والظاهر في هذه الآية الكريمة أنها تشمل جميع المخاطبين من المسلمين ومن غير المسلمين لعموم كلمة الناس. نعم، وإن القول الحسن يشمل الحسن في هيئته وفي معناه، ففي هيئته يكون باللطف واللين وعدم الغلظة والشدة، وفي معناه بأن يكون خيرا فلا يتضمن فحشا ولا أجرا. ومن تأمل هذه الآية الكريمة سيجد أنها قد جمعت آداب الدين والدنيا معا، ذلك أن التخاطب بين الناس إما أن يكون في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية، فإن كان خطابا في الأمور الدينية فإما أن يكون في الدعوة إلى أصل الدين وذلك يكون مع الكفار، أو في الدعوة إلى الطاعة واجتناب المعصية وذلك يكون مع الفساق.
فالدعوة إلى الإيمان، إلى أصل الإيمان، لابد أن تكون بالقول الحسن وبالخطاب الرفيق اللين، كما قال تعالى لموسى وهارون عندما أرسلهما إلى طاغية زمانه فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقد أمرهما الله تعالى بالرفق مع فرعون مع جلالة قدرهما ومع نهاية كفر فرعون ومع تمرده وعتوه على الله تعالى. فالداعية إلى الله في أي زمان أو مكان لن يكون بأفضل من موسى وهارون، والفاجر في أي زمان وفي أي مكان لن يكون بأخبث من فرعون. وقد أمرهما الله تعالى باللين معه، ثم قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. نعم. وأما دعوة الفساق فالقول الحسن في ذلك معتبر، وهو بلسم وشفاء. استمعوا إلى قول الله جل وعلا في آخر سورة النحل عندما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وعندما قال تعالى في سورة فصلت: ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأما في الأمور الدنيوية فمن المعلوم بالضرورة أنه مهما أمكن التوصل إلى غرض من الأغراض باللين وباللطف من القول لم يحسن شيء آخر سواه. فما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. فثبت أن جميع آداب الدنيا والدين داخل تحت قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فينبغي للإنسان عامة وللداعية المسلم خاصة أن يكون قوله للناس لينا، وأن يكون وجهه منبسطا وطلقا مع البر والفاجر والسني والبدعي من غير مداهنة، ومن غير أن يتكلم معه كلاما يحسب منه أو يظن معه أنه يرضى مذهبه. قال طلحة بن عمر: قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندك أناس ذو أهواء مختلفة، وأنا رجل في حدة، فأقول لهم بعض القول الغليظ. فقال له: لا تفعل، إن الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. فدخل في هذه الآية اليهودي والنصراني، فكيف بالحنيفي المسلم؟ ومن حرم مداراة الناس فقد حرم التوفيق. نعم. ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله فقد كلف بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول. فيدخل في ذلك النهي عن الكلام القبيح حتى لغير المسلمين. من أجل هذا قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. والمعصوم صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم بسط الوجه وحسن الخلق. ومن الأدب الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان عفيفا في أقواله، نعم، غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق واسع الحلم، نعم، واسع الحلم مجاملا لكل أحد، وصبورا
على ما يناله من أذى الخلق امتثالا لقول الله جل وعلا، نعم، ورجاء ثوابه، عندما قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعندما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم بالسباب ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. فالرقي في الخطاب الدعوي أمر تدعمه حقائق الوحي المعصوم قرآنا وسنة صحيحة، وكل خروج عن هذا فهو خروج عن الجادة ومناقضة لسنن الرشد وإساءة إلى الدعوة ومراغمة لمقصود الشارع منها. ومن المعلوم أن استحياء العصاة بالتوبة إلى الله أحب إلى الله من هلاكهم على الإصرار والمعاندة، فينبغي الرفق في الإنكار عليهم وتجنب الاستعلائية في التعامل معهم ما امتهد سبيل إلى ذلك. وهذه هي المداراة المشروعة، لا سيما في أزمنة الفتن وغربة الدين وشيوع الجهالة وقلة العلم بآثار الرسالة. وأولى من ذلك تجنب الاستعلائية مع المتدينين والمجاهدين في مدارس أو جماعات أخرى. لعل سائلا يسأل: ما هو الفرق بين المداهنة المذمومة وبين المداراة المشروعة؟ الله جل وعلا نهى عن المداهنة وقال في محكم كتابه: ودوا لو تدهن فيدهنون. واستقر في ضميرنا المسلم وفي ثقافتنا الإسلامية أن المداهنة مذمومة وأن المداراة مشروعة، فما الفرق بينهما؟ المداراة هي التلطف بالإنسان لتستخرج منه الحق أو ترده عن الباطل، يعني فهي بذل الدنيا لإصلاح الدنيا أو الدين، أن تبذل من دنياك لا تبذل من دينك، أن تبذل من دنياك لكي تستصلح الدين أو تستصلح الدنيا أو تستصلحهما معا، وهي مباحة وربما تكون مستحبة إذا تعينت سبيلا يعني لتألف القلوب على الحق واستمالتها على الطاعة. المداهنة التلطف بالآخر لكي تقره على باطله أو لتتركه على هواه، فهي ترك الدين أو بذل الدين لإصلاح الدنيا، هذا هو الفرق بينهما. فالمداراة لأهل الإيمان والمداهنة لأهل النفاق. نعم، ولا يرد على ما سبق من التألف والرفق واللين والمداراة ما جاء في بعض النصوص من الأمر بمجاهدة الكفار والمنافقين والغلظة عليهم. طب لماذا؟ نعم، لأن مثل هذه النصوص إنما مناطها التمكين في أطوار القوة والاستخلاف ووجود الشوكة والمنعة، أما في أزمنة الفتن وغربة الدين وشيوع الجهالة فإنه يصلح من التألف والمداراة ما لا يصلح من التصلب والمجافاة، وكلام أهل العلم في ذلك مستفيض ومعلوم. تشتد الحاجة إلى الرفق في الخطاب وإلى المداراة في التعامل في واقعنا المعاصر، حيث توظف آلة الإعلام الجبارة في النيل من أهل الدين وفي تتبع زلاتهم وعثراتهم وعوراتهم والتشهير بها على الملأ من خلال الفضائيات التي يملكون أزمتها وقد دخلت إلى كل بيت واستخدمت لتشويه المشروع الإسلامي واغتيال رموزه أدبيا وأخلاقيا وسياسيا. والعاقل لا يعين خصمه عليه ولا يهديه كما جاء في السؤال مقذوفا ناريا ليطلقه عليه. وحاجة العصاة والبسطاء إلى الرفق حاجة ماسة، والرفق في الخطاب لا يأتي إلا بخير. والكلمة العنيفة
والجارحة تترك في النفوس آثارا غائرة لا تمحوها الأيام والليالي. ولله در القائل جراحات السنان، نعم جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. أحيانا إذا ضربت إنسان بالسيف أو بالسكين أو بالرمح ربما يبرأ هذا الجرح، وأحيانا تجرحه بكلمة فتنفذ إلى سويداء قلبه فلا تلتئم جراحتها أبدا. إنك لو طعنت أحدا من الناس بسكين ثم انتزعت السكين من لحمه ثم تأسفت له 1000 مرة فلن تلحم الكلمات الجروح، بل ستترك الطعنة ندبة لعلها لا تزول حتى الموت. نعم وإن نفوسنا كذلك، فلعلك لو أحسنت إلى أحد من الناس الدهر كله ثم أسأت إليه مرة واحدة فإنه لن ينساها لك أبدا إلا من يملك نفسا عظيمة، والبشر ليسوا دائما بعظماء. ولهذا قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فكيف بمن لم تحسن إليه قط ولم تلتقي به ولم تخاطبه إلا خطابا عابرا بمناسبة توجيه نصيحة إليه، نعم يرى ممن يوجهها إليه كل هذه الفظاظة والغلظة. اتخيل على سبيل المثال لو أنك قلت على الملأ لإحدى نجوم الفن، لو قلت لها سلي نفسك كم رجل ضاجعك أيتها العاهر، لقد زكمت رائحتك الأنوف، نعم وإن ما تمارسينه من العهر لا تغسل عاره مياه المحيطات. أتظن أن مثل هذه المرأة يمكن أن تنسى هذه الإساءة قط؟ نعم أتظن أن هذه الكلمة سوف تفتح مغاريق قلبها وتشرح صدرها للفضيلة التي تدعوها إليها، أم أنها ستكرس الخصومة والعداوة بينها وبين الدين والمتدينين إلى الأبد؟ أما كان من الممكن أن يقال نعم لعل كثيرا ممن خاضوا في عالم الفن من الرجال أو من النساء نعم لم يجدوا من ثقات أهل العلم من يعظهم في ذلك أو ينهاهم عنه، لكنهم على العكس قد سمعوا من بعض كبار المتصدرين للفتوى يعني من التشجيع والثناء ما كان فتنة لكثير منهم. وتخيل لو قلنا أيضا ونحن على يقين أن رصيد الفطرة الطيبة لا يزال كامنا في نفوس السواد الأعظم من هؤلاء، ونأمل أن تأتي اللحظة التي يراجعون فيها أنفسهم وينحازون إلى معسكر الفضيلة ويتحولون إلى أدوات تعمير وتشييد للبنيان الذي خربه المفسدون في الأرض، ثم نضيف فنقول إن أملنا هذا لا يأتي من فراغ، فكم من هؤلاء قد شرح الله صدورهم للحق فاعتزلوا هذا العالم واستعلوا على كل مغرياته وبريقه وفتنته وصاروا نجوما لامعة بل أقمارا منيرة في سماء الهداية، وتحول بعضهم إلى مشروع تنوير كامل بل إلى جامعة إسلامية متحركة وآثارهم الطيبة تملأ الأرض نورا وهدى كما ملأناها من قبل بنقيض ذلك، والبقية على الأثر إن شاء الله. ثم تخيل أنك لو أضفت فقلت يعني إننا نلمح هذا في بقايا الفطرة الكامنة في نفوس هؤلاء والتي تحمل كثيرا منهم على الحرص على الحج والعمرة وإطعام الصائمين ونحوه، ونرجو أن تتوحش هذه الزبالة الخافتة يوما من الأيام لكي تصبح شمسا مشرقة تحترق معها الشهوات والشبهات، وليس ذلك على الله بعزيز. نعم قارن بين الأسلوبين ثم تأمل بربك أيهما أفتح لمغاريق القلوب
وأعون على الاهتداء وقبول الدعوة. تخيل لو أنك خاطبت فريقا من الإسلاميين، نعم، ممن أدى به اجتهاده إلى معارضة الدستور وأعلن ذلك على الملأ، نعم، وانحاز إلى أحزاب الفلول والبغاة الثائرين، فقلت له: أيها الخائن لعهده الناقص على عقبيه والآبق على جماعته، نعم، يا من نقض غزله من بعد قوة أنكاثا، يا من كب على وجهه في مستنقع الخيانة، نعم، يا من نقرأ في مواقفه بوادر سوء الخاتمة، ارجع عن غيك وبادر إلى التوبة قبل فوات الأوان، نعم، وإلا فسوف تنتهي إلى مزبلة التاريخ وسوف تسقط في قاع الخيانة إلى الأبد. ثم أعقبت هذا بتلاوة هذه الآية، نعم، الكريمة في قول الله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبه إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نعم، أتظن أن مثل هذا الخطاب يمكن أن يصغي إليه أحد؟ ثم أتظن أنه يمكن أن ينسى قسوته أو أن ينسى مرارته أحد؟ نعم، أتظن أنه يفتح قلبا مغلقا أو يشرح صدرا ضيقا أو أن يهدي خطى حائرة قد عميت عليها الأنباء واختلطت عليها السبل؟ أم أنه سيوطن الخصومة والفرقة بينه وبين إخوان الأمس ورفقاء الدرب والطريق وشركاء المسيرة إلى الأبد؟ نعم، قارن بين هذا وبين أن تقول له: نعم يا صاحب الفضل والسابقة والتاريخ المجيد، لا تقف في المكان الخطأ، نعم، فإن اصطفافك مع إخوانك أولى بك وأليق بتاريخك، نعم، إن إخوانك لا يزالون ينتظرون عودتك ويترقبون فيك، نعم، وإنك لجدير بذلك لسابق عهدك ولأرصدة الخير الكثيرة التي عطرت صحائف أعمالك. ثم تدعو له في النهاية أن يأخذ الله بناصيته إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يحمله في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. تأمل في هذا الطريق وفي ذاك، تهمل في هذا الأسلوب وفي ذاك، وسل نفسك: أي الأسلوبين أرضى لله وأفتح لمغاليق قلوب عباده؟ نعم، أما التعميم في الأحكام والتسوية بين المغرر بهم من البسطاء والرموز الفاسدة التي تؤثر عليهم بإعلامها وأموالها، نعم، أو التسوية بين من تشابه موقفه من أهل الدين مع موقف العلمانيين في بعض القضايا لكن كان ذلك قد صدر عنه عن جهالة وسوء تأويل، كبعض الإسلاميين الذين اعترضوا على الدستور لاجتهادات شرعية، فإن هذه التسوية بين هؤلاء وأولئك محض الخزلان والظلم الذي يسخطه الله ورسوله. نعم، فإن شريعة الله لا تسوي بين مختلفين ولا تفرق بين متماثلين. وصلوات الله وسلامه على من قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، إننا نعلم مثلا في قضية المعارضة للدستور أن جبهة المعارضة تضم أخلاطا من الناس، فمنهم من كان باعثه إلى الرفض الخصومة مع الدين كغلاة العلمانيين، نعم، ومنهم من كان باعثه إلى الرفض تصديقه لما شوش به عليه هذا الفريق، نعم، وقابليته للتأثر بهذه الدعايات الخبيثة مع بقاء محبته للدين في الجملة، إنه في الجملة ممن يحبون الله ورسوله، لكنه تأثر تأثرا عارضا بهذه الدعايات يعني الخبيثة وهذا الطرق المستمر والملح من آلة الإعلام الجبارة التي تفتن الناس وتصرفهم عن سواء السبيل. طيب، ويعني في النهاية أستطيع أن يعني أقول وأنا مطمئن إن هذا هو حال الكثرة الكاثرة من هذا الفريق،
نعم، ومنهم من كان رفضه من منطلق حقوقي وطني بحت، كأنه يرى أن كفالة الحقوق والحريات العامة في الدستور لا ترقى إلى مستوى الطموحات المطلوبة التي تنشدها الثورة ويتطلع إليها الثوار. نعم، بل منهم من كان رفضه حرصاً على الانتصار للدين وغيرة منه على الحقوق والحرمات الأساسية، وخشيته من أن تؤدي الموافقة على الدستور إلى تكريس بقايا للعلمانية يعسر التخلص منها في المستقبل، لكنه أخطأ في تقديره للمصالح والمفاسد وبنى موقفه على هذه الحسابات الخطأ، فانحاز إلى معسكر الثوار الغاضبين أو البغاة الثائرين. نعم، وتشابهت مواقفه في الظاهر معهم، وهؤلاء إخوة الكرام لهم كل المودة والتقدير، حرماتهم مصونة وحقوقهم مكفولة، لكننا نقول لهم إننا نقدر ما لديكم من نبل القصد وطهارة المنطلق، لكننا نقول لكم لقد أخطأت حساباتكم، وإن اعتصامكم بما عليه جماهير أهل العلم من حولكم نعم نحسبه أبرأ لذمتكم وأرضى لربكم، فالزموا الجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ثم نختم بما بدأنا به، وهو قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا فاجتنب أيها الموفق الإساءة واستطاع، واعلم أنك لن تندم على رفق وقول معروف أبدا، إنما يكون الندم دائما على الجسارة والغلظة والفظاظة والعجلة والسيء من القول. نعم، ورحم الله القائل: احرص على حفظ القلوب من الأسى. نعم، احرص على حفظ القلوب من الأسى، فرجوعها بعد التنافر يعسر. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. إذا كسرت الزجاجة، نعم، إذا تناسرت أشلاء وشظايا لا تستطيع أن تشمع أجلاءها المتناسرة مرة أخرى. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يا ربي أدخلنا برحمتك في من قلت فيهم، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم آمين. ثم صل اللهم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.